رينا شيباني. بعرف شغله هون التلات بوسات هذا مو واحدة حتى تكون ثابتة رينا ثلاث بوسات ثلاث بوسات رينا شيباني أهلا وسهلا فيك بحديث البلد هي رينا وأنا شيباني من هالجمال شيباني ما هيك؟ أنت ملكة جمال لبنان لسنة 2012 ومن حوالي ثلاثة أشهر قدمت التاج لخليفتي كارين غراوي بتقولي أنك كثير راضية عن هالسنة وعن الأشياء اللي حققتيها فيها شو أكثر عمل أنجزتيه ولوم بتحسي هيك بالسعادة أنك قدمتي هالشي؟ مزبوط منى أنا كثير راضية عن سنتي كانت كتر خير الله سنة كثير حلوة بالنسبة للإنجازات اللي عملتها بعتقد كل شغلة صغيرة عملتها بالنسبة لي كانت إنجاز لأنه بتعرفي بهالعمر أنا كنت جديدة على الدومين صحيح وكان كل شيء عم بعمله بعطيه من قلبي مبلش أكيد بأول السنة بعتبر السلوغان رجعت أيام العز كان إنجاز بي يمكن لأنه فكروا فيي إنه شافوا فيي هيدا الشيء أكيد تخرجي من الجامعة أنا وملكة كان كمان إنجاز لقائي مع كل شخص حبني كان إنجاز ومحبة العالم أكبر إنجاز يعني عن جد وإنجاز اليوم إنه نشوفك بهالجمال وقاعدة حد ميشيل كمان إنجاز لميشيل كثير حلوة كثير حلوة عم بتشكى ميشيل إنه كثير حلوة يعني فوق طاقة الاحتفال حلوة طيب أنا كنت خايفة منه اليوم لميشيل قاعدة تحدى لا ما تخافي شو الزلمة شو وين راح؟ راح علمك حركوش صفى شو مردكوش راح أي مردكوش الحالة يقول له راح اصطيح اصطيح إيه راح اصطيح راح اصطيح كوما هلا هيك بس يشوف رينا الانسان شو بيخطر على باله قدك المياس مثلا والله الحقيقة نعم يعني الصدق نعم لا بنعم ولا قريبه لا الصدق هو بذاته قلبه يشوفه الصدق نعم بيقول سبحان الخلاق العظيم مرسي. ما شاء الله ربنا اعطاها هالكمال والكمال شيء في عنا نحن موشح جميل جدا بقول له سبحان من صور حسنك وفي البهاء زادك رفعة وزان بالحسن خلقك وزاد بالحسن خلقك بالنور يا باهي الطلع حلو يعني اسلم تمك رينا على كل حال كل بيشهد لا مثل ما حضرتك عم تقول خلق وخلق يعني هيدا اهم شيء فيها رينا انت مواليد زحله 1991 وخلقتي ببيت بيتالف من ثلاث بنات وصبي من ضمنهم اختك التوام ووصيفتك الاولى رومي عندها اختها التوام وصيفتها كمان ما يعني ما بتفرق بيناتهم استاذ صباح حلو عم نشوف صوركم هلا قدامنا على البلازما رينا من كم شهر حستي على دراسات عليا بالهندسه الداخليه من جامعه الكاثوليك ولما قدمتي على مس لبنان كثير من اصدقائك تفاجئوا لانك انت من النوع اللي كثير دريس واللي بتهتم يعني انه بانجاز فروضها ودروسها انه ما تخيلوا انه الاضواء او الشهره معقول تعني لك شيء كيف حتى خطر لكم انتم ورومي تقدموا على هالمسابقه بالرغم من انه كان في ممانعه من الاهل اول شيء مزبوط كان في مش ممانعه منى بس اكثر اذا بدك ما كان في تركيز على هالموضوع صح يعني ما كان في توجيه هذا الموضوع يعني كان مش موجود على الاجنده عندهم مزبوط ما كان من البريوريتي بحياتنا نعم. بس اوقات هيك بيكون في عن جد قدر مثل ما بيقولوا يعني بفتره معينه من حياتك حدا بيحكي كلمة أو حدا بيلفت النظر على موضوع هيك صار يعني لفت النظر على الموضوع كانت مرت خالي مزبوط مرت خالي نستا برازيلي نص نعم
هي اللي شجعتكم. هي اللي شجعتنا. رينا هلا رح ننتقل معك لفقرة أقرب الناس، وبعتقد إنه ما كتير بدها حتى نعرف مين معقول ينضم لنا بهالفقرة. شو أقولكم؟ نص الثاني. نص الثاني توأم. مين أكبر؟ مين أكبر بثواني؟ رومي بعشر دقايق. بعشر دقايق. عشر دقايق. في عشر دقايق. يعني مبين علي الكبر أصلاً. مبين في عليك. لكن خلينا ننتقل سوا لفقرة أقرب الناس. أوكي. وهلا أقرب الناس مع رومي شيباني. وحدة منكم كان شيباني، هلا شو رح يصير؟ شو هلا ماشي جدباني على الاخر. رومي شيباني اهلا وسهلا فيك بحديث البلد، انت مرسي. الوصيفه الاولى لمس لبنان 2012 واختها التوأم لرينا وشبهتها باشياء كثير. رومي انت اليوم بصدد الحصول على دراسات عليا بالببليك هيلث والتغذيه. معلينا عم تهتمي بصحتك وبصحة رينا بنفس الوقت؟ أكيد دايما. طيب اليوم إذا بدك تعطينا هيك تيب وحدة أو يعني نصيحة وحدة نحن نستفيد منها وأستاذ صباح أنه صحية الليلة، شو بتقولي لنا؟ بقلكم ما تخافوا، بدكم تطلعوا فينا بس. بيطول عمركم. بقلكم ما تخافوا، كله كل شيء، بس المهم أنه باعتدال واعملوا سبور أهم شيء. صح، هيدا أهم شيء. صحيح إنه في كتير ناس كانت تشوفك بفويه الجامعة تفكرك عم بتغيري ثيابك خمس مرات بالنهار. مزبوط. لأنه ما كانوا يعرفوا بعد إنه أنا ورينا توم وإخوة، ويفكروا إنه زيت البنت عم تغير ثيابها كذا مرة بالنهار. بس بعدين مش الحال، هلا صار لنا سنتين او ثلاثه بالفوايه، يعني صاروا يعرفوا. مشان هيك رح نحط لكم هالغنيه اللي استبقكم فيها راغب علامه. ما الحاجة روحي انك توأم روحي، ما الحاجة يا روحي انك توأم روحي، يا اغلى حاجة في عمري حبك قدري وروحي، ما الحاجة روحي. أستاذ صباح بتحب زحلة؟ نعم، زحلة بلدنا والعرق مشروبنا. رينا ورومي بفقرة أقرب الناس رح نسألكم أسئلة مشتركة حتى نشوف قديش أنتو عن جد بتعرفوا بعض، ومشان نبلش هالفقرة رح نطلب من كيتي أنه تجيب الأردواز والإقلام وتحب. اسالهم الاسئله المشتركه. ميشيل انت بدك تتاكد انه ما رح يتنقلوا، توقف بالنص. لازم اقعد بالنص ما هيك؟ ايه لا توقف بالنص يعني هيك بوقف. من وراء ايه حتى تنتبه انه ما حدا عم بيطلع على الثاني. احلى فقره بحياتي. واستاذ صباح رح يكون الحكم هلا، لنشوف لنشوف. كل وحده منكم رح يكون عندها ثلاث ثواني حتى تجاوب، وبدنا الجواب بخط كبير حتى يبين على الكاميرا، وبس تخلصوا بتبرموا الاردواز لعندي. اوكي؟ بلشنا جاهزين؟ لا لا عن جد لا عم بطلع بمنى بس. اوكي اسمعي منى بدون ما تطلعي. انا قلت لك انتبه ما يتنقلوا، ما قلت لك حط ايدك بوجهن يعني بوجهن مدى النظر. مش بوجهن حتى ما حرام رومي، لانه رومي بتنقل عادة. مين بيوعى ابكر على السريع؟
رومي خطك كبير حتى يبين. اوكي يلا 1 2 3 بدكم تبرموا الاردوات حسب الظروف. رينا قالت رينا وبتوعى يا الله كان بدي اكتب حسب. اوكي كنت عم تكتبي حسب، رح نحسبها مضبوط لانه كنت عم تكتب حسب وانا عجلت عليها. اوكي مين كان يدرس اكثر بالمدرسه؟ تحطي الحسب هلا نفس الجواب. يلا على الكاميرا. وين الكاميرا؟ رومي. عندك اي تيب شباب بتحب رينا شكلا؟ سمر شقر شو عم بتوشوشها؟ لا ماشي وحياة الله امبارح كنت عامل برونزر اسمر جعان. هالبرونزاج كان لازم تحطه اسمر قد ما بيضة هي. اي تيب شباب بتحب رومي شكلا؟ اها معروف. ها معروف اصفر اشقر. والله كنت اشقر شيء امبارح ميشيل؟ نعم كنت اشقر شيء امبارح. اشقر شيء اليوم. اشقر شيء اليوم. اوكي مين بيلفت نظر الثاني عشب حلو قبل؟ لنشوف. ايه مش معقول. رينا كيف استاذ صباح ملاقيهم ماشيين متناغمين لهلا؟ والله ممتاز. كالماء السلسبيل. والله يا كالماء السلسبيل وعاجبني من فوق. مين اجمالا، صعب هيدا السؤال شوي، بيكون معه حق اكثر؟ هين رومي. عن جد رومي الاكبر يعني. العمالي دور الاكبر مظبوط. اثنيناتكم جوعانين قد بعض وفي قطعه بيتزا وحده بالبراد وممنوع تتقاسموها، مين بياكلها بالاخر؟ ممنوع نتقاسمها؟ ما حدا بياكلها. يلا على الاردوات. روزي عين. بدكم زقفه. اذا شي شاب سأل عليكم على الطريق او بشي سهره شو يا حلو؟ مين بتكون مين بتكون رد فعله اكثر؟ شي شاب حركوش. شو هالجسد يا اسد. مين بتكون رد فعله اكثر واقوى؟ رينا والاثنين. مضبوط انا. انت رينا قلتي؟ قلت اثنين. كنت عم تكتب رينا رجعت حطيت اثنين. حسب ما نحن بندافع عن بعض. بندافع عن بعض. حطيت اثنين. هلا في شب لطشكم بالنص، فينا نشوف ردة فعلكم كيف ممكن تكون؟ ما بعرف يعني ميشيل لأنه مهضوم يعني بتطلع مهضوم منه. مهضوم ميشيل ما بس إذا حدا ثاني ما كثير بيطلع مبسوط. توصل يعني للكف مثلا؟ لا لا ولا مرة. بكفة زقرة صغيرة. طيب مين انغرم بالأول؟ رومي. أكبر أكيد أكبر. قبل بعشر دقايق انغرمت. قبل بعشر دقايق. في نضوج. كم مرة انغرمتوا بنفس الشاب؟ ولا مرة؟ زيرو. ولا كم مرة عجبكم نفس الشاب؟ زيرو. كمان؟ ولا مرة؟ طيب مين سلمني الجايزة بحفل فور ليبانون؟ ميرسي حبيبي رينا. رينا ميرسي كثير، احلى جايزه من احلى عيد يعني كانت. بدنا نوجه تحيه لانه بتستاهليها. تسلم. بدنا نوجه تحيه للدكتور ناجي صفات كمان. بقى انا كانت سنتي كلها حلوه لانه استلمتها من ايدك. بعتقد اللبنانيين اليوم عن جد انا بس اقول رح ينغرموا فيكم لانه في غير التهذيب في طيبه وفي محبه بتجمعكم. بعتقد اليوم وزعتوها مش هيك استاذ صباح؟ يعني في طيبه عندهم. نعم مبين يعني الطيبه مبينه. الصبيتين توم وخامه حلوه. توام يعني توام بكل شيء. خامه حلوه وشكل حلو. قال له ايش خد وشري وش مبسم حلو وش فاه حلو. رينا ورومي في اكثر من مشروع عم تخططوا له للمستقبل، نحن بنتمنى لكم التوفيق بكل شيء بتعملوه. بعد ما خلصتوا معنا لانه في كيتي ناطرتكم. اوكي okay.
ستي شو معقول تكون جايبت لهم كيكي لهالصبايا؟ اهتموا بميشيل. أغنية جمعتكم بالطفولة سمعونا إياها. في أغنية كنتوا تغنوها سوا بالطفولة بدكم سمعونا إياها الليلة. كلهم عندهم سيارات وجدة عنده حمار. تفكر شوي. كلهم عندهم حمير وجدة عنده سيارة. في أغنية جمعتنا نحن كبار. أنتوا كبار؟ شو بتقول؟ لصبية الملكة تاج وصولجان. حلو. حلو. فينا نسمعها منكم؟ فينا نسمعها منكم؟ أكيد. صوتنا مش حلو. أنتوا حلوين. منكم كل شيء بيطلع حلو. ميرسي. أنت غني يا رينا. رينا صوتها أحلى بشوي، رينا بتغني. بس بدنا سوا، ديو. أوكي. منى أول مرة بنغني. مشان هيك حديث أول مرة البلد. آخر مرة. مشان هيك رح تكون حديث البلد بكرة. منى بتساعدينا نبلشها؟ أنا بساعدكم. ميشيل كمان كل حياته كان يحلم إنه يلبس التاج ويسمع الغنية ويمشي على البوديوم، فهلا بيتحقق حلمه يعني. بس هلا حاسس حالي ديك رومي. يا صبي الملكي تاج وصولجان، طلعت من الحكاية قمر الزمان، يا ساحات مزيني يا حلم وطال الدني، أجمل من ألف ليلي ليلي من لبنان. حلو، يسلم كلكم.